السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم انا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كمال مهوي والتصريحات تاعو بعد المباراة تاع المنتخب الوطني وعن المدرب. حنا قبل نبداو ما تنساوش بارطاجوا لنا الفيديو تاعنا، ما تنساوش هنيك على الاقل عطونا الف جاب باش نطيحوا التبليغات اللي راهم على قناة شوبير ديزاد، خاصة كي نحطوا هذه الاسماء عندنا ولا نديروا لهم الاخر تاعهم. ماذا بكم، عاونونا بالبارطاج ولي جاب. كمال مهوي يتكلم على المدرب، قال لك نقص خبرة تاعو في افريقيا وما يعرفش افريقيا وما يعرفش منها. نقص خبرة تاعو في افريقيا، نقص الخبرة تاعو في افريقيا، يعني كاع النظرية تاعك والقراءة تاعك غلط فيها. نقص الخبرة في افريقيا، نقص الخبرة في افريقيا وما يعرفش افريقيا. على هذا المدرب كان من سكان القمر، هذا المدرب كان من سكان القمر. حنا ما فهمناش، مدرب قلت لنا في 6 شهور جا دا كوب دافريك، وذا المدرب ناقص خبره في افريقيا، ناقص خبره جا بيخدم تاع الاحوال الجويه، فاش ناقص فاش ما يعرفش بلي كاين لافريك فيها الحمان ولا ما فهمتش. انا والله ما فهمنا كاع، لازم تعطوا الطرح. فهم الناس فاش ناقص خبره، ما يعرفش لافريك، قاري على الاحوال الجويه، جاي يقرا جاي يكتشف الاحوال الجويه. هذا ماشي مدرب، هذا فرحات، هذاك عباس فرحات، هذاك كيسمو تاع الاحوال الجويه، هذا فرحات شكون؟ انت قلنا شكون كيفاش؟ ما فهمناكمش والله ما فهمناكم، ناقص خبره ناقص منا والله ما فهمنا. انا نعقل جور كيف 2015 ميجا اول يكذب فانيك، اول منتخب كان عايش في فرنسا يدرب غير منتخب الانديه، جا فتنا ب 18 نقطه، ما خسرنا ما والو ب 18 نقطه ديال 2015 ب 16 نقطه ضيع، يعني درنا ماتشين مع المالي في المالي تاع دودو باش تعقلوا لها، اول مباراه تاع زفان راني عاقل عليها. انتظروك، ماناش فاهمين كيفاش زعماك. قول كيف جا ديريك طاك 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 طاك، اول كاس افريقيا تاعو يعني مع ما كنا مع، ماشي كيما طيح مع المال، طيح مع موريتانيا ومع، لا كان 16 فريق مام كاليفيكاسيون، ما طيحش مع منتخبات ضعيفة، طيح قاع معاهم مليح. كيسموها يا ربي، فتنا دوزيام تور، معاهم لعبنا مع غان، لعبنا مع جنوب افريقيا، ربحنا 3-2، لعبنا مع غانا، ولعبنا مع السنغال ربحناهم 2-0 وفتنا. واو لله سبحان الله، ما يعرفش لافريك، فريق ما يعرفش لافريك، أول مرة جا. كيسموك كمال مهوي، زغرتو كيما كنتو تزغرتو اللقجع في 2017، زغرتو افرحوا، ديروا تقارير، ديروا منها وجوهكم شويه على بالك، قاع تبين باللي بيت تضحك ماشي فرحان، قاع نتوما قاع ماشي كمال مهوي يعني اللي نعرفوهم، وجوهكم شويه من زعما قاع تبانو هكا باللي راك فرحان بصح شاهدناكم يعني قاعد تخرجوا تلعبوها منا بصح لا، عيب شويه اخويا، عيب شويه، تقلقوا ما والو، خلوا تنخسروا ياه. بعت في الدفاع وزوجي امنوا يعني زروقي وزرقا، لكن هو شكليا يعني تقدر تضرب، لكن في غينيا الاستوائيه والبلدان الافريقيه ماشي كيف، لذلك هذا المدرب نقولوا بلي تنقصوا شويه الحنكه الافريقيه، لانه ما عندوش بزاف لي ماتش في افريقيا، كل يوم راهو يتعلم درس ليه من حسن الحظ انهم متاهلين،
لان هذا درس ليه، لانه ما تقدرش تطبق النهج التكتيكي تاعك 100% في مثل الظروف اللي نلعبوا فيها في افريقيا. والدليل انا واش قال لك لاعبين يلعبوا كلهم في اوروبا يلعبوا في هاد. هنا وين راه يبرر، هنا وين راه يبرر، هنا كي راه يبرر، اي برر للمدرب السابق باللي لافريك بنا وقتو. بصح انت كمال مهوي نهار اللي ربحنا مع جما بالماضي ليكيب تاع ادي بايور بلاك تعقل عليها، انت في قناه النهار قلت لهم راح وقت الحمار الرطوبه الملعب كي والو، راح وقت هذاك. انت كنت تقولنا فيها عند ربي، انت قلتها، انت كنت تقولنا فيها. اليوم شتي الحاجه اللي تغيرت، كنت تقول لي مدرب لا يعرف افريقيا، هذا المدرب راه في خمسه تعليمات كاليفيكاسيون كوب دافريك، ما راه البرومي عنده 13 نقطة، البرومي وعنده 13 نقطة، باش يكون في علمك زعما. راني نقول لك، راني نقول لك بالك ما إحصائيات ماهوش عندك، وأنت كمان مهوي وين عجبتني، عجبتني الحاجة اللي عجبتني تاع الإنطلاقة تاع تاع الآخر تاع عمورة مع بالرحمة كونت أوغندا، ميت مركا البوت شفتك ما شفتك ما فرحت، راح عندنا فيديو صغير شفتك والله ما فرحت، وليت تضرب في الطابلو تاع الإشارة. كنت درت ديفونسير، كنت دخلت درت ديفونسير، كون هيسا قد درت ديفونسير. وفاني كمال مهوي انت هذوك صحابك وتعرفهم، هذوك الأنصار اللي كان يضرب الترومبيطة اللي كانوا يتنقلوها، هذوك مانيش نشوفهم في التنقلات هذه، مانيش نشوفكم خاطر كنتو التنقلات، كانوا التنقلات يعني والو كلش خالص. حتى نهار اللي خسرنا مع غينيا غينيا مع واه مع غينيا هذيك تاع اللي خسرنا دو ان هنا، نعقل يعني مكالمة في الليل تب أيا عندكم مهمة غادي تروحوا لأوغندا، قلعوا صنعوا لنا درابو، ديكاج صادي ديكاج فلاديمير، الله أكبر جامع بالماضي درابو وداسينو، وانت تروح دير معاهم الانترفيو ويوريهم في قناة النهار في ذاك البارتية. لكن بالرحمة اللي تكرهوه وزيد عمورة اللي ما تبينوش الكره تاعكم، ما تبينوش الكره تاعكم، انطلاقة تاع تاع دم الشهداء، ضخ فيهم دم شهداء، فماك ضخ فيهم دم شهداء. خاطش عندما تحفرون حفرة للجزائر توقعوا فيها، راكم ناسين حاجة، راكم ناسين بلي دم الشهداء شوية هو اللي ربد فانك. أنا نقولكم دم الشهداء هو اللي ربد الجزائر، هذي راكم ناسينها، هذه يا كمال مهوي. وش غادي نقول لك يعني قبل لا تهدر تاع نقص المدرب منا، مدرب هذا ما راش جا أحوال أحوال جوية ولا طقس ولا جاي عين لافريك شحال فيها فيها دراجة ولا لا، مدرب جاي يحط خطة تاعو. لعبنا على الزوج يعني ما كاش لي قال مؤامرة، ما كان لا مؤامرة لا والو، الحكام يعني لعبوا مليح، ما ساعدناهمش الحكام، يعني الحكام من بكري لعبوا مليح، 35 مباراة وحنا نفوزوا. كي فزنا بالقريبشة لعبنا بدون حكام 35 مباراة وحنا نفوزوا، ولا من المستوى تاع ليكيب ناسيونال ولا طايح، ولينا نخسروا في ليزاربيت عام كامل 2023 ربحنا، وليتو تتبهاو، وهذيك كي ربحنا لعبنا بلا ليزاربيت، لعبنا بلا ليزاربيت شوية شوية، غير بشوية ما تقلقوا ما والو، غير بشوية. ها كيما خرجتوك ما سيتو زروقي زروقي الله يجعل، ها زروقي خرج بالصفر، خرج ما غاديش يلعب، مزيان ما تبليساش ما غاديش يلعب برك. قلت لكم يا تبليسوا بنادم يا ديروا له حاجة، ما قلت لكم أنا نقول لكم زروقي في المنتخب الوطني الجزائري يعطيك ماتش ومن بعد تتوحشه، تتوحشوا كاش لا توحشوا زروقي هذا راكم تهضروا عليه، أو نهضروا لكم أنتوما عبا تتبعوا الموجة، الناس قاعدين زروقي قهوة كاملة تدخل لها زروقي والله لا زروقي والله لا
زروق ذكرني شو ما نعرفوش اول مره جا زروق يلعب اول مره ابدي الله غالب يعني الله غالب تبع كيما خرج الاخر كي يسموه خاطر خرج مشاكر قال لكم عندي فيديو اي تو يعطي في القسامة دراهم راح تمشت كيما هكا هذه جايه كيما هكا اهدر والناس تامن برك ما كاش كاع مشكل